بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المحاضرة نستكمل الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين في خارج فلسطين. في المحاضرة سنتطرق إلى اللاجئين الفلسطينيين في دولتين، هما دولة مصر وليبيا. في البداية، الفلسطينيين في الشتات خارج الدول المستضيفة، اللي هي الدول اللي بترعى الأونروا فيها اللاجئين الفلسطينيين، ماذا وضعهم في الشتات خارج الدول المستضيفة اللي هي لبنان وسوريا والأردن؟ لا ننظر إليهم بوصفهم لاجئين، يعني الدولة أو الحكومة ما بتعتبرهم لاجئين، بتعتبرهم طاقة بشرية عاملة في هاي الدولة، ولذلك هم كثير يعني بيكون مضيق عليهم نوعا ما، لا يعاملوا معاملة أشخاص فقدوا وطنهم وفقدوا منازلهم أو اضطروا للخروج من وطنهم بسبب وجود محتل. بعض الدول الأخرى بتعدهم مواطنين بسبب الهجرة والتجنيس أو اللجوء السياسي أو الإقامة. في دول أخرى نوعا ما بتعتبر متساهلة، بيكون مع اللاجئين الفلسطينيين هجرة أو بتعتبرهم مواطنين لأنه هم تقدموا إليها نتيجة هجرة قصرية، أو بتعطيهم جنسية فبتعتبرهم مواطنين مثلهم مثل المواطنين أو مثلهم مثل أهلها الأصليين، أو لأنهم لجوء سياسي أو لأنهم حصلوا على إقامة أو أقاموا فيها لمدة طويلة. في هذه الدول في هذه الدول أو هذه الدول غير المستضيفة كما تسمى، لدى وكالة الغوث مع الفلسطينيين فيها. اللي ببحث في هاي الفئة بيجد مشاكل، ما في دراسات جادة حول هذا الموضوع، دراسات جدا قليلة، ما في ناس كثير تكلموا وبحثوا عن هذا الموضوع. طبعا الإحصائيات الفلسطينية، لأنه هذول الناس هم أقل عددا، ولأنه ما في جهة رسمية مسؤولة عنهم عالميا، فالإحصائيات الفلسطينية ما بتدرج هذه الدول ضمنها. الاهتمام الرسمي أيضا بعد أوسلو، بعد اتفاقية أوسلو، قليل نوعا ما، ومؤسسات العودة العاملة في شؤون اللاجئين ما بتدرس هاي الفئة للأسف. الجالية في هذه المناطق للأسف متشتتة ومنشغلة بالهم اليومي، خاصة مع الأوضاع المالية الصعبة وأيضا السياسية الصعبة اللي بتعاني منها. إحصائية الفلسطينيين في الدول اللي راح نتكلم عنها اليوم، مصر الفلسطينيين بشكل عام فيها 51,805 اللي يعتبروا لاجئين، يعني مش حاصلين على الإقامة، مش حاصلين على الجنسية، منهم 42,974. في العراق وليبيا 78,884 فلسطيني، جميعهم لاجئين، يعني لم يعتبروا أي شخص منهم، ما في أي شخص منهم يعني حصل على جنسية أو أصبح مواطن. هاي أيضا إحصائيات الفلسطينيين في هاي الدول إلى نهاية عام 2010 اللي نتكلم عنها إحنا. مصر فيها حوالي 61، هذول 61 اللي قدموا في عام 2010 لهاي الدول. في ليبيا 34 فلسطيني قدم في عام 2010 إلى ليبيا، في مصر 61,000 فلسطيني، وفي ليبيا 34,000 فلسطيني. اللاجئين الفلسطينيين في مصر، مصر هي بسبب قربها من منطقة فلسطين وقربها من قطاع غزة تعتبر مهد لإنشاء الهيئات السياسية الفلسطينية، لكن بسبب السياسة الفلسطينيين في أراضيها اليوم بكافح جدا حتى يأمنوا لأنفسهم ولأبنائهم لقمة العيش. هناك علاقة وثيقة بين موجات الفلسطينيين التي تفقت إلى مصر وبين تبلور الشخصية الفلسطينية في مطلع العشرينيات القرن العشرين. الصدمات في عام 1929 مثل ثورة البراق وثورة الفلسطينية الكبرى عام 36 دفعت الكثير من الفلسطينيين إلى اللجوء إلى مصر، وحصلوا حينذاك على الجنسية المصرية، وهذلك حتى قبل النكبة عام 1948. لذلك تشكل الحالة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين تأثرت بمصر. كيف بدأت حكاية اللجوء إلى مصر؟ تاريخياً يقسم الفلسطينيين اللي قدموا إلى مصر إلى قسمين. الأول هم الفلسطينيين اللي اضطروا للجوء إلى مصر بسبب حرب عام 1948، وقسم آخر جاءوا إلى مصر عام 1967، وما بين العامين 48 و67 كان فيه نوع من الهجرات الاقتصادية للفلسطينيين،
أشخاص منهم يحصلوا على وظيفة أو على عمل غير موجود لديهم أو غير مسهل لديهم، أو أشخاص ذهبوا لتلقي العلم والدراسة في الجامعات والمدارس المصرية خاصة في فترة ما بين عام 1954 و1967، لكن نتيجة حرب عام 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، هؤلاء الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى مصر وجدوا أنفسهم غير قادرين إلى العودة على العودة إلى ديارهم وبلدهم الأصلي، ولذلك اضطروا إلى البقاء في مصر. بعد ثورة عام 1929 وهاجر بعض أهل الخليل إلى مصر وعددهم 1075 لاجئ. بعد النكبة وخلالها عام 1948 من وسط فلسطين ويافا هاجر حوالي 13032 لاجئ، وأثر العدوان الثلاثي عام 56 هاجر من قطاع غزة 142 لاجئ، ومن ذاك الحين حتى اندلاع حرب عام 67 6417 لاجئ، وبعد حرب يونيو حزيران عام 67 واحتلال الضفة والقطاع هاجر 236307 لاجئ. بعد الخروج من بيروت عام 1932 لم نجد إحصائيات تفيد هل اتجه أناس أو أشخاص من لبنان إلى مصر. بعد هذه الفترة كان في عدد، لكن عدد غير ثابت وغير محدد 100%. هؤلاء خرجوا لأسباب معينة، منها الدراسة والعمل. أين يتجمع الفلسطينيين في مصر؟ في الفلسطينيين متجمعين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، خاصة في القاهرة بتستقطب أكثر من نصف مجموع الفلسطينيين في مصر، أي حوالي 52%. الجيزة فيها 7%، أما ما بقي في سيناء حوالي 25,000 فلسطيني، في الوادي حوالي 43,000. وبهذا يصبح ترتيب التجمع الفلسطيني في مصر السادس في العالم من حيث الأهمية العددية للفلسطينيين خارج وطنهم المحتل بأجزائه عام 48 والضفة والقطاع. هناك بعض المحطات التاريخية اللي مر فيها اللاجئين الفلسطينيين أو الفلسطينيين في مصر، مثلا عام 1978 اغتيال يوسف السباعي وزير الثقافة المصري، وهذه المحطات التاريخية أثرت على هذه المحطات التاريخية أثرت على الفلسطينيين في مصر. في عام 48 في البداية قرار النقراشي باشا بترحيل الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وفي عام 1978 اغتيال يوسف السباعي وزير الثقافة المصري. فيما بين عام 1983 و1984 صدرت مجموعة من القرارات اللي كان لها دور في تغيير وذبذبة الوضع الفلسطينيين في مصر. عام 1990 طبعا غزو العراق للكويت، وفي عام 1994 نشأة السلطة وعودة مجموعة من الفلسطينيين استطاعوا العودة إلى غزة. ما بين 2011 و2012 صدر قرار مصري بإعطاء الجنسية المصرية للفلسطيني ابن الأم المصرية. الوضع القانوني لهم للفلسطينيين في مصر. في مصر عامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة الأجانب الغرباء، فلم يراعى أن هؤلاء فلسطينيين تم خروجهم من أرضهم بسبب الاحتلال، لكن لم يسمح لهم بمزاولة أي عمل من الأعمال سواء كان وظيفي أو تجاري أو صناعي، بل كانت مصلحة الهجرة والجوازات تكتب على الإقامة أو جواز السفر أي لاجئ فلسطيني عبارة لا يجوز له العمل بأجر أو بدون أجر. صدر قرار وزير التربية والتعليم المصري بنقل الطلاب الفلسطينيين من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة، ما عدا أبناء العاملين في الجيش وإدارة الحاكم. طبعا هؤلاء اللي عاملوا في الجيش وإدارة الحاكم قبل صدور القرار السابق اللي تكلمنا عنه اللي هو منع الفلسطينيين من العمل، أتبع ذلك بقراري الوزير نفسه رقم 87 لسنة عام 1983 و75 لسنة 1984 تضمن معاملة الفلسطينيين معاملة الأجانب الوافدين، وكانت رسوم الطالب الجامعي ما بين 600 ل 1200 جنيه استرليني فضلا عن الرسوم، وحظر على الطلاب الفلسطينيين الالتحاق بكليات الطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد والإعلام. أيضا سفر الفلسطينيين وإقامتهم كان شيء صعب جدا،
كان الفلسطينيين في مصر وقطاع غزة في البداية بيحمل وثائق من حكومة عموم فلسطين، حتى عام 1960 صدر في مصر قانون رقم 28 منح بموجبه فلسطيني مصر وقطاع غزة وثائق سفر مصرية. هذه فعاليتها ضعيفة، لم تمنح حاملها حق الدخول إلى مصر إلا بفيزا أو بإذن مسبق من قنصليات مصر في الخارج. تفاوتت سنوات الإقامة التي تمنح للفلسطيني في مصر حسب سنة قدومه إلى البلاد وسنوات إقامته. اللي قدم إلى مصر ما بين عام 1948 ل 1953 تم منحه إقامة لمدة 5 سنوات متصلة، يعني ما بيجدد هاي الإقامة لمدة 5 سنوات. اللي مضى على إقامته أكثر من 10 سنوات يمنح إقامة لمدة 3 سنوات، أما أقل من هاي المدة يمنح إقامة لمدة سنة كاملة يجددها من مصلحة الجوازات عند انتهائها. إذا افتقد الفلسطيني سبب الإقامة، يعني كان قادم لعمل أو لدراسة وانتهى عمله، انتهى عقده أو انتهت دراسته، يمكنه إبراز ما يفيد، يعني بدفع مبلغ من المال وبيبرز الشيك أو الوصل لإيداعه هذا المبلغ، أو في أحد البنوك أو في صندوق البريد كمبرر للحصول على الإقامة في مصر. في مطلع عام 1984 صدر قانون تنمية موارد الدولة، اعتبر الفلسطينيين أجانب وفرضت وزارة الداخلية المصرية على الفلسطينيين مبلغ لكل فلسطيني قدره 42.5 جنيه مصري نظير للإقامة لإقامتهم فيها. أيضا الفلسطينيين الوافدين إلى مصر والراغبين فيها في الإقامة فيها يجب أن يحولوا 180 دولار عن كل فرد شهريا. هذا من جانب، وأيضا من جانب آخر اللي الفلسطيني، يعني هاي أمور حديثة وما زالت موجودة حتى الآن. أيضا الفلسطيني ما يتعرض له من مضايقات على في المنافذ المصرية أو على المعبر، إهماله وتركه منتظر ساعات طويلة قبل أن يسمح له بالدخول مع أنه بيكون مع تأشيرة الدخول، وطبعا إغلاقه لأيام، وأحيانا بتتوفى مرضى وأطفال مرضى على المعبر لأنهم بيكونوا بدهم يدخلوا للعلاج أو لشيء معين وما لا يسمح لهم السلطات بالدخول، وهاي تكلمنا عنها. بتم احتجازهم أحيانا في منطقة رفح لمدة لا تقل أحيانا عن 36 ساعة قبل السماح لهم بدخول مصر، مع أنهم بيحملوا موافقات مسبقة للدخول. من صيف عام 1994 فرضت مصر قيود قاسية بتحد من دخول الغزيين إلى مصر إلا في حالات إنسانية وبعد تنسيق مسبق مع السلطات. بعد ما قتل الوزير يوسف السباعي على يد مجموعة صبري البنا في قبرص زاد المشكلات بشكل أكبر، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى رياض في جنازة السباعي كلمة قال فيها لا مزيد من فلسطين بعد اليوم، وكانت هذه نقطة التحول اللي أثرت على سبل العيش اليومية للفلسطينيين في مصر. لم تعد العلاقات إلى طبيعتها بين منظمة التحرير الفلسطينية والمصرية حتى عام 1982، فلحد ما أغضب العدوان الإسرائيلي على لبنان والمخيمات الفلسطينية الحكومة المصرية، مع رحيل عرفات من لبنان استقبلت مصر فرق منظمة التحرير مرة أخرى، خصوصا أنه إلهم عائلات في مصر. منذ ذلك الحين كانت العلاقات السياسية مع مصر على ما يرام، واتخذت دور العراب في قضايا التسوية، لكن لم ينعكس إيجابيا على معاملة الفلسطينيين في مصر. ننتقل إلى الفلسطينيين في ليبيا. يعود تواجد الجالية الفلسطينية في ليبيا إلى نهاية الستينيات. شكلت ليبيا مجال لتوظيف الطاقات والخبرات الفلسطينية، سمحت لهم بالعمل واستقبلت طاقات الفلسطينيين للعمل، خاصة أن الفلسطينيين منذ ذلك الزمن ومن بداية الاحتلال هم شعب يعني بسعى للتعلم بشكل كبير. شهد هذا التواجد تغيرات شملت العدد والفئات اللي بنتمي إليها تأثرا بفرص العمل المتاحة وفق منحيين: الأول تطوير العلاقة الفلسطينية الليبية والتسهيلات اللي منحتها ليبيا للجالية الفلسطينية. من أين جاء الفلسطينيين إلى ليبيا؟ جاءوا من عدة مناطق أهمها مخيمات لبنان، مخيمات سوريا، من الأردن ومن قطاع غزة.
في ليبيا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين كالتالي: اللي جاءوا في أواخر الستينات شاركوا في العمل وفي نهضة بناء ليبيا، تميز وضعهم باستقرار حتى أوسلو. بعد أوسلو بدأت الحكومة تغير إجراءات العمل والإقامة، حدت حرية التنقل للفلسطينيين وبدأت تضيق على الإقامة، وبدأت الجالية بالتناقص حتى وصلت إلى النصف. يعني أصبحوا يقولوا لهم إنه هاي تشكلت عنكم دولة فلسطين فارجعوا إلى بلدكم. بتركز وجود الجالية الفلسطينية في ليبيا في المدن الكبرى منها طرابلس وبنغازي ومصراتة بالترتيب، مع عدد الجالية الآن يقدر حوالي 20,000. طبعا هذا الحديث قبل أحداث الثورة الليبية. تقسيمات اللاجئين الفلسطينيين في ليبيا بتقسم إلى عدة أقسام، 3 أقسام. القسم الأول بنسموه الجسم المستقر، وهذا هو الجسم الرئيسي اللي بيمتد تواجده إلى بداية السبعينات، اللي بدأ يصل إلى ليبيا من بداية السبعينات. وفد هذا الجسم أو وفد هؤلاء العدد من الضفة وغزة بشكل رئيسي، ثم من بقية مناطق الشتات. بيعملوا في التعليم وفي الطب والهندسة ومهنيين وموظفين. مشكلاتهم ظروف العمل صعبة وتتغير باستمرار. الجسم الثاني أو النوع الثاني هو الجسم الوافد. هذا الجسم تشكل بفعل التسهيلات المتاحة لجهة الدخول للبلد في فترة من الفترات ودون تعقيدات على الحدود أو شروط الإقامة والبحث عن فرص عمل، وهذا بتشكل معظم من أبناء المخيمات في الشتات وأصحاب المهن اليدوية والصغيرة والعمال، إضافة لآخرين قدموا من مناطق محتلة نتيجة لعوامل مختلفة مثل وجود الأقارب والحالات الاقتصادية أو كونهم مطاردين. القسم الثالث هم أو عفوا افتقاد هذا الجسم إلى إقامات عمل، ما كان معهم إقامات عمل، خلق حالة من المد والجزر من عودة واستقرار، وأثر سلبي على حجم هذا الجسم وثباته، إضافة إلى مشكلات السكن والحالة الاقتصادية. أهم مكوناتهم أو أهم الأعمال اللي بيعملوا فيها: العمال بيعملوا بالدهان وفي أعمال البناء والكهرباء، المهن الحرة ملابس وترويج بضائع، عمال مقاهي ومطاعم. النوع الثالث أو القسم الثالث من الفلسطينيين في ليبيا هم الطلاب، عددهم حوالي 2000 طالب، بتواجدوا على امتداد الجامعات الليبية لكل المستويات الدراسية سواء الثانوية والدراسات العليا. بيرتبط حجم الجسم الطلابي بالمنح المعطاة لأبناء الضفة وغزة وبحاجة الاستقرار وتخفيف إجراءات الإقامة. المحطات التاريخية اللي مر فيها اللاجئين الفلسطينيين في ليبيا: أعلن القذافي في أيلول سبتمبر عام 1995 عن نيته طرد آلاف الفلسطينيين من أراضي ليبيا لرفضه اتفاق الحكم الذاتي بين فلسطين وإسرائيل، مبررا بأنه يحاول إثبات أن المشكلة الفلسطينية لم تحل. لكن في 14/6/1997 دعت أمانة المؤتمر الشعبي من توقع من الفلسطيني بقي عدد من الفلسطيني عالق على الحدود وما استطاعوا العودة إلى فلسطين، دعوتهم إلى العودة إلى ليبيا لأن الظروف القائمة لا تسمح للشعب الفلسطيني العودة إلى فلسطين. نسبة من هؤلاء بحثوا عن فرصة للهجرة أو الخروج من ليبيا. أيضا في أغسطس عام 2008 أقرت الحكومة الليبية منح الفلسطينيين المقيمين على أراضيها بعض الحقوق من بينها العمل والتعليم والعلاج الصحي، بدأت تتساهل معهم أكثر. موجب القرار هذا اللي تعاملت معه فإنه يحق للفلسطيني التمتع بحق الإقامة والتقدم للعمل، تمكين الفلسطينيين من الحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة، وحق التعليم أو العلاج. خلال وبعد الثورة الليبية الأوضاع الفلسطينيين كانت صعبة خلال الأحداث، لأن عناصر النظام بدأت تتهمهم بالمشاركة في الثورة وتعرض العديد منهم للمضايقات. عدد لا بأس منه وخرج إلى أماكن أخرى، منهم من ترك ماله وأملاكه وبعضهم عاد إلى غزة. بعد سقوط النظام عاد بعضهم إلى ليبيا، وعاد أيضا وناس آخرين إلى ليبيا، ناس آخرين غير اللي خرجوا من ليبيا عاد ناس جدد إلى ليبيا طلب للعمل. تبقى حالة من الغموض وتنتهي أوضاع الفلسطينيين في ليبيا حتى الآن لعدم استقرار البلاد. إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة. المحاضرة القادمة هي آخر محاضرة بتتكلم عن اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، راح يكون الكلام فيها عن اللاجئين الفلسطينيين في أوروبا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.